دلوقتي ليه تدريب فريق النادي الاهلي. على الجانب الاخر الاهلي بيستأنف تدريباته، وعنده تدريب النهارده بعد التدريب اللي بدا اول امس، كان خلاص فتره اجازه لمده اسبوع. غالبا ممكن يكون في مباراه وديه الفتره اللي جايه، مباراه فاركو الرسميه في الدوري، اول لقاء بعد فتره الاجازه والتوقف الدولي هتكون يوم 14/6. ففي تفاصيل كتيره، في احداث مهمه اكيد متعلقه بالتدريب، نروح نسمعها دلوقتي ونشوفها من خلال زميلنا كريم احمد المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. قبل انطلاق التدريب بحوالي ساعه الا ربع. بالتاكيد طبعا محمد، يعني زي ما بنقول النادي الاهلي بيستأنف ويواصل استعداداته للفتره القادمه، مباراه فاركو وتحديدا كمان باقي المباريات، لان يمكن الاجازه انت اتكلمت عليها الفتره كانت مهمه جدا ان انت تريح تفصل بشكل كبير جدا عشان يكون في تجديد للرغبه والدوافع المتجدده باستمرار الحقيقه عند كل لاعبي للنادي الاهلي. عندنا يمكن فجوه في العدد، عدد كبير جدا مش متواجد في التدريبات، لان طبعا انت عارف النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، الكل بينضم طبعا من خلال النادي الاهلي الى منتخباتنا الوطنيه، لكن كالعاده مستر كولر بيحاول ان هو يدعم الامر ده بعدد من قطاع ناشئين ايضا، كمان يمكن القطاع فيه بعض اللعيبه منه في المنتخبات، لكن عندنا وفره الحقيقه كبيره جدا، فيمكن مستر كولر بيحاول هو ينتقي بعض العناصر تكون متواجده معاه في التدريبات، بيحاول ان هو يسد الثغره العدديه، لان انت عارف محمد الجرعه التدريبيه الكامله لابد يكون عندك عدد كبير من اللاعبين عشان تقدر ان انت تستفيد بالجرعه التدريبيه لكل اللعيبه، فده بيكون امر مهم. فالنهارده هنشوف كالعاده طبعا عدد من قطاع الناشئين، ايضا كمان في حراسه المرمى هيكون عدد متواجد من قطاع الناشئين، لان برده الامور بتنطبق على حراسه المرمى، الجرعات التدريبيه لابد يكون في عدد وافر، وتحديدا كمان يعني الحراس انت عارف محمد بتدرب بعض في هذا الامر، مش مشيلي انا كن فقط لغير، فعشان كده النهارده نشوف العدد بالنسبه لفريق النادي الاهلي عن اليومين الماضيين، النهارده نشوف عدد كبير شويه بالنسبه للاعبين. مستر كولر الحقيقه رغم نقص العدد لكن بيحاول الحقيقه محمد ان هو يصحح بعض الاخطاء، يحفظ اللاعبين بعض الامور، مفيش وقت الحقيقه غير هذا الوقت. الامر المهم اللي احنا كنا بنتمنى ان لعبتنا تكون متواجده عشان يكون في تصحيح اخطاء، يكون في رؤيه جديده، يكون في تكتيك جديد خلال الفتره القادمه، لكن الراجل بيحاول على قد ما يقدر. كان في اللحظات اللي انا بكلمك فيها محمد في محاضره فنيه طبعا لكل اللاعبين المتواجدين، الراجل بيحاول ان هو يحفظ اللاعبين بعض الجمل نظري وعملي في نفس الوقت، رغم الحقيقه شده الطقس، الجو حار جدا محمد، كان على طول مستر كولر بيعمل التدريب 4-5-5 في هذا التوقيت، لكن الراجل يمكن قال لا لابد يكون التدريب النهارده 6 وممكن كمان يكون 6:30 لان درجه الحراره شديده شويه في ملعب مختار التتش، لكن حمد الامور طيبه جدا بالنسبه للاستعدادات، هي مرحله مهمه جدا بالنسبه للاعبين، وكمان يمكن المباريات الوديه امر مهم، يعني بنسبه كبيره جدا محمد تفوق 90% النادي الاهلي خلال الايام القادمه سيكون في مباراه وديه، لان الفتره كبيره، حساسيه المباريات مهمه جدا، العدد بنتكلم عليه وبنتكلم على كل اللعيبه اللي مش متواجده، لكن لابد ان انت يكون كل اللعيبه اللي ما بتشاركش تشارك في المباراه الوديه، يكون في عندهم حساسيه المباريات، شوف كل اللاعبين الهيت ماب اللي احنا عارفينها طبعا، والقياس الحراري بالنسبه للتحركات الجي بي اس، كل الامور دي الحقيقه مستر كولر عايز يطمن عليها مع كل لعيبه النادي الاهلي وتحديدا اللعيبه اللي ما بتشاركش فترات طويله في خلال الموسم، فان شاء الله باذن الله تكون مباراه وديه جيده، او ممكن نشوف تراي ماتش، لسه الامور دي هتتحسم ان شاء الله باذن الله بعد انتهاء التدريب. دي المعلومه اللي عندنا ان خلاص هيتم الاعلان عن مباراه وديه او هيكون في تراي ماتش خلال الايام القادمه، لكن كل الامور دي يا محمد منتظرين بس الكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي عشان يكون يتم الاعلان من خلاله سواء مباراه وديه او تراي ماتش، مهمين جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي في هذه المرحله. زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على هذه المعلومات قبل ساعه الا ربع من استئناف الاهلي للتدريبات.